كابتن وليد، عودة الأهلي أول أمس أو الأمس اللي هو أول امبارح وما اتمرنش غير تمرينة وحيدة اللي هي تمرينة امبارح فقط، لغير تمرينة خفيفة مع الإصابات كتيرة مع الإيقافات. يعني في اتنين، ياسر إبراهيم بقى واحد من العناصر الأساسية، الحقيقة الولد علي بشكل رهيب جدا الفترة الأخيرة، أجايه لاعب لا غنى عنه في صفوف النادي الأهلي، لسه عدم اكتمال شفاء رمضان صبحي، اجهاد علي معلول، اجهاد محمود متولي، اصابه خفيفه لجيراردو، فالاهلي ب 18 لعيب فقط لا غير موجودين النهارده مع رحله بتستغرق 8 ساعات مع مباراه زي ما قال الكابتن طه حملها عالي قوي وتقيل قوي. هل ده بيصعب المباراه النهارده على النادي الاهلي؟ بيصعبها لكن الراجل عمل حاجه من اول ما جه، هو دلوقتي بيجني ثمارها اللي هي فكره انه مفوق كل اللعيبه، مدخل كل اللعيبه في الروتيشن. حتى بكل اللي حضرتك بتقوله ده، ايمن اشرف ما ابتداش المباراه فممكن يلعب، محمد هاني ما ابتداش المباراه فممكن يلعب، عندي حسام عاشور موجود، عندي احمد الشيخ بقى ووليد سليمان وحسين الشحات ما بدأش المباراة، فعنده عدد كبير جدا من اللعيبة، مروان محسن ممكن يخش في الموضوع. النادي الاهلي عمل حاجة كويسة جدا، ان الراجل في بعض الفترات كان بيدي فرص، الناس كانت ساعات بتلومه وكانت تقول له يعني بدون ذكر اسماء، ليه فلان، ما انت ما يعني فلان ما بيلعبش بقاله كتير، طب انت جايب واحد من بعيد قوي زي مثلا جيرالدو او زي احمد الشيخ، لكن اثبت هو بكفاءه شديده جدا انه هيحتاج لهم في مباريات مهمه. كنت اتمنى ان هو يعمل كده مع كهربا تحديدا، كنت اتمنى انه يعمل كده مع بادجي من بدري شويه، لكن كهربا من الغايبين كمان للايقاف. كهربا للايقاف طبعا، لكن الراجل شغال بشكل كويس قوي. في صحيح ناس صعب جدا انه يغيرها، زي محمد الشناوي، زي اليو ديانج والسولية اللي يعني مضغوط عليهم بشكل كبير، قفشه مثلا ما بدأش ممكن يبتدي، فانت النهاردة ما عندكش مشكلة في الجزء الامامي، ممكن يلعب مروان محسن، ممكن يلعب وليد سليمان، احمد الشيخ، قفشه، وما تحسش بحاجة، ما تحسش ان في ناس كتير غايبة، لكن الجزء المهم جدا بالنسبه له اللي هو العمود الفقري اللي هو اتنين السوليه وديانج، الاتنين دول مهمين جدا. معرفش النهارده هيعمل ايه، هل ممكن يريح واحد منهم لحساب حسام عاشور؟ ممكن، صعب شويه. ما هنا بقى يعني السؤال، هو ممكن يدي لحسام في اثناء المباراه. كابتن بص، انا رايي الاهلي عنده ارتياحيه شديده في الدوري، انا مهم جدا ان ما اخسرش اي لعيب مؤثر، خصوصا وانا داخل على، بس ان حسام بقاله فتره طويله غايب عن الماتشات، فممكن هو راجل بيعمل حاجه لطيفه بيحط بالتدريج. كان واضح جدا انه محتاج محمود متولي، كانت باينه انه محتاج له مباراه سان داونز هناك، فقعد يمهد لحد ما اداله سان داونز هناك اساسي. كلامك مظبوط مليون في الميه، بس محمود متولي طلع عنده الضمه. بتقول لكل المذيعين مليون في الميه، فمعايا قول لي مليار في الميه. كلامك مظبوط مليار في الميه كده، صح كده؟ اصل يعني في الميه دي لازم برضه يبقى في مره شويه يعني زوده شويه بس كانت لما الملايين وصل، ما فيش ولا مليون في الميه ولا هي 100%. خلينا نحلم يا عم وليد، ايه المشكله يعني؟ ربنا يديك.